لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر. أصدر النائب العام المستشار عبد الحميد اسمك ايه؟ نوار. طب ما تيجي نسافر. نروح فين؟ اي حته. ونسيب مصر. انا فعلا كبرت، صحتي ما بقتش تستحمل ولا برد لندن ولا حر دبي. انت بتسمعش على النهب والسرقة اللي في البلد اليومين دول؟ انا بس خايفة اموت على سهوة، ما تلاقيش شوية مية في البيت تغسليني بيهم. طب ايه رأيك بقى ان اسامة بيدا ابن ناس غلابة زيي وزيك؟ ما حسيتش بحد دخل الفيلا؟ لا يا بنتي. ليه؟ هتعملي ايه بالفلوس لما تاخديها يا نوارة؟ انت زعلان عشان اتأخرت امبارح. طب اعمل ايه؟ مش شغلي. انت دخلت هنا ازاي؟